في ليلة عنوانها المعجزة، في ليلة عنوانها الكرامة، في ليلة عنوانها الارتقاء، معجزة الانتقال في المكان والزمان، وكرامة التواجد بين الأرض والسماء، والارتقاء في طبقات الجو والسماوات العلى، ليلة الإسراء والمعراج، الارتقاء والتطواف والتجرد والحب، هو ده الشيء اللي ممكن يقدم في ذكرى الإسراء والمعراج. لفظ الجلالة والصلاة على النبي هما أكثر ما سيتردد في هذه الحلقة، ومش هقول حلقة بمعنى حلقات البرنامج، لا، أنا هقول حلقة بمعنى حلقات الصوفية. الجلسة حلقة والجمهور يتحلق في أنصاف دوائر، والصوت والأداء كله يدخل في دوائر العشق الإلهي، العشق المجرد اللي احنا كمصريين جزء منا تربى عليه. إنما الغناء الصوفي اللي هنسمعه النهاردة آت من المغرب العربي، وكأنه آت مع أفواج الحجيج التي كانت تمر بمصر منذ مئات السنين، أفواج كانت تحمل شوقا لقبر النبي ولكعبة الله، أفواج كانت تحمل علما وحبا، أفواج كانت تحمل تلاميذا ومريدين. إحنا مع فرقة ابن عربي ذائعة الصيت وكثيرة المحبين، نستمع لها ونستمتع معها في حالة يغلب عليها الصمت، ولكنه صمت ممزوج بروحانية تتناسب مع الليلة وتتناسب مع الأنغام والكلمات. حلقة مع ابن عربي أو فرقة ابن عربي، علها تثري النفوس بحالة من الشفافية نشتاق إليها جميعا. حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل الليلة. إحنا النهاردة ومع مشاهدنا وفي ليلة، ليلة الإسراء والمعراج. أيها المبعوث فينا جئت بال مغاربية أندلسية. شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نرى. لا وأبي ليس ذاك يا وتر، قد أودع الوتر فيك حكمته، فمنه لا منك تطلب الفطر. إذا من حي ليلى تجلي كأننا أمام مرآة، شيء بيفصلك تماما عن كل حاجة حواليك. لا خير في الحب أبقى على إن شاء الله نقدمها أول مرة هتبقى على اليوتيوب وهتبقى على اليوتيوب.